لغتي لغتي ما أحلاها، لغة العرب روحي فداها. لغتي لغتي ما أحلاها، لغة العرب روحي فداها. أنا أحنيها أنا أرعاها، أنا أحنيها أنا أرعاها. لغتي لغتي ما أحلاها، لغتي لغتي ما أحلاها. Bonjour maman. صباح الخير يا ابنتي. دينا، لماذا لم تلعبي بالأمس مع صديقتك آسيا في ساحة المدرسة؟ pourquoi je n'ai pas joué hier avec ma copine à l'école? Tout simplement parce que je n'aime pas comment elle parle et je ne comprends pas son accent égyptien. أنا أستطيع يا ابنتي أن أعلمك بعض العبارات بالعربية الفصحى لكي تجيبك هي بالعربية الفصحى. Si tu veux, maman. عادي. صباح الخير. صباح الخير. وهل تعرفين ما معنى هيا هيا نلعب؟ Oui, c'est allons jouer. هيا نغني. Oui, c'est allons chanter. برافو. ما معنى كيف حالك؟ Non, ça c'est trop difficile. كيف حالك؟ C'est comment tu vas? حان وقت المدرسة، هيا بسرعة. هيا يا بنات، هيا هيا بسرعة. دينا تعالي العبي معايا. Enfin, je comprends ce que tu dis. Tu veux que je joue avec toi? Allez.